تقريبا من سنة كنا بنتكلم عن عالم سيد الخواتم. انا نسيت ان القناة في اولها كنت بتكلم اول باول عن افلام سيد الخواتم والمسلسل وعالم الميدل ايرث، ورجعنا في الفيديو ده عشان نتكلم ونحلل الاعلان الاول للموسم الثاني من مسلسل لورد اوف ذا رينجز، رينجز اوف باور. بنرجع من السيت اب الجديد لو انت ما اتفرجتش عليها من السنة اللي فاتت مثلا. امازون بتحاول تصحح الوضع مع انه متاخر، لكن في سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه. وبعد ما اتفرجت على الاعلان فبصراحة انا متحمس للموسم الثاني من رينجز اوف باور. خلونا نبدا بالاعلان اللي احداثه بتدور قبل الاف السنين من احداث افلام سيد الخواتم اللي كانت في العصر الثاني، وهنا المسلسل في العصر الثالث. الشخصيات الموجوده في الافلام وفي المسلسل هم ثلاثه: جالادريال وإلروند واكيد سارون. جالادريال كانت في رحلتها للوصول لسارون، لكن مجلس الالفز قرر ان هي توقف خطتها لان مفيش تهديد او دليل على وجود سارون في الوقت ده. وهنا هالبرند كان بيظهر وبينقذ جالادريال من الغرق، وبتبدا رحلته لصناعه خواتم القوه اللي شفناها في اخر حلقه من الموسم الاول. وعلى الناحيه الثانيه كان الالفز بيموتوا، وإلروند بيطلب المساعده من الاقزام اللي كانوا وقتها بيكتشفوا معدن جديد وهو الميثريل. وخط الاحداث اللي ما كانش مسلي بصراحه وهو الشخص الغريب اللي عرفنا بعد كده ان هو جاندلف، وكان مع الهارفودز اللي من نفس فصيله الهوبتس. المشهد الاول من الاعلان وهو نهايه احداث الموسم الاول، وقوف سارون في لحظه انتصار. هالبرند اللي اكتشفنا انه كان سارون بيصل الى موردور وخطته بتنجح في صناعه خواتم القوة. بنسمع صوت الملك دورين وهو بيقول: Ancient and powerful has returned. شر قديم بيعود من جديد. لو انت مش فاكر كويس احداث الموسم الاول فهقول لك هنا انه كان يقصد وحش البالروك اللي شفنا لحظة استيقاظه بعد ما كان الأقزام بيحفروا للمناجم تحت الأرض. وهنا دورين كان واضح إنه بيكلم باقي الأقزام عن شر بيهددهم، وشفنا في مشهد الإعلان نار بتقترب منهم، وممكن تكون دي هي بداية سقوط مملكة خزدوم أو موريا للأقزام. لو فاكرين في الأفلام شفنا سارومان وهو بيحذر جاندلف وبيقول له: أنت هتاخد طريق موريا؟ أنت عارف إيه اللي موجود هناك؟ الأقزام اللي كانوا بيحفروا في عمق وكانوا سبب في استيقاظ الشر. الموسم الثاني واضح إنه هيكون فيه أحداث كتير، وهنبعد عن الاجندات اللي امازون حاولت تخليها جزء اساسي من احداث الموسم الاول، بس جابت العيد يعني. بنشوف ظهور ماده غريبه لونها اسود، ودي كانت موجوده في الموسم الاول على ورق شجر. توقعي انها جزء جديد من روح شريره، روح سارون، هتتحول لهيئته اللي هنشوفها بعد كده في شكل اناتار. في مشهد لجلادريال مع إلروند وباقي الالفس وهم بيحاربوا كائنات تانية، ودي كانت حاجه مفاجاه بالنسبه لي، لان ده هو اول تجسيد للكائنات دي في عالم سيد الخواتم، ما ظهروش قبل كده في الست افلام لبيتر جاكسون. وحوش باسم ذا بار وايتس هم ارواح شريره تابعه لذا ويتش كينج. وهنا اكيد جالادريال وإلروند كانوا في رحله بيطردوا شيء مجهول، وهنا هنشوف رحله فيها مخاطر كتير، ده غير التهديد الاساسي اللي هو سارون. هنا بتظهر حاجات بتطير، انا مش عارف هي عباره عن ايه وايه معناها، بس بصراحه شكلها حلو. لو دي اول مره تشوفني ولسه مش مشترك في القناه ومش مفعل الجرس الصغير اللي جنبه، لو حابب المحتوى فممكن تشترك في القناه وتدوس على الجرس الصغير اللي جنبه. ولو انت من الناس اللي بتحب عالم سيد الخواتم فممكن بقى تعمل لايك للفيديو، خلينا نوصل الفيديو 5000 لايك. وهرجع اقرا الكتب الفتره الجايه بالمناسبه، لان انا نسيت تقريبا حاجات كتير، وغالبا هنحلل الموسم الثاني حلقه بحلقه، فاتاكد ان انت موجود عندي على القناه. واللي انا بقى متاكد منه ان الموسم الثاني هيتفوق على الاول من ناحيه المؤثرات البصريه، ولحد دلوقتي دي نقطه قوه في المسلسل. من وجهه نظري هي افضل من الافلام، بس اللي بيميز المؤثرات الموجوده في الافلام مع انها اقدم بسنين الا ان هي كانت دايما ليها معنى مرتبط بشخصيات اتعلقنا بيها او وحوش ظهورها كان فعلا مرعب. اتمنى الموسم الثاني ما يكونش عباره عن صوره كذابه من غير معنى حقيقي في القصه. في الموسم الاول كان في مشكله او في تغيير كبير في شخصيه إلروند، وهو الفرق بين المسلسل والافلام. كان في الافلام مثلا محارب قوي شجاع، بس في المسلسل بيلعب بدور الراجل الحكيم، ما شفناش اي معركه ليه تقريبا. من الاعلان باين انه هيكون جزء من معارك كتير، والسيف اللي موجود معاه في المشهد ده غالبا هو نفس السيف اللي كان بيستخدمه في افلام بيتر جاكسون. نيجي للمشهد المنتظر وهو ظهور سارون في شكل اناتار. I think he's been here among us all along. بيستخدمه عشان يخدع الالفز والبشر الموجودين في نومينور. سارون اللي اهدى الخواتم للاقزام والبشر والالفز، وفي الاخر صنع خاتم واحد في موردور بيحكمهم وبيتحكم فيهم. سارون هو اذكى روح شريره موجوده في عالم سيد الخواتم، التابع الاول لسيد الظلام موروغوث، الشر الشيطاني المطلق اللي تمرد على صانع هذا العالم لوفاتار. سارون من قوه خداعه قدر يقنع سكان نومينور انهم ينقلبوا على الفالار الاخيار ويكونوا تابعين لموروغوث. المشهد ده عجبني
لأنه مختلف على عالم سيد الخواتم، بيظهر وحش في البحر وفي واحدة بتغرق، وهنا أكيد هنشوف شخصية جديدة أساسية في الموسم الثاني. ولو فاكرين الرؤية اللي شافها الملك هو الفيضان اللي بيحطم نومنو، فأكيد الاتنين ليهم علاقة ببعض. في الموسم الأول وحوش الأوركس كانوا مصنوعين بشكل قوي، لكن كانوا بيفتقدوا حاجات كتير في الأفلام، من أول الهمجية والحوارات اللي بينهم اللي كانت بتحسسك إن هم حقيقيين وعندهم عقل. مش مجرد كائنات بتتقتل في الافلام وخلاص. هنا بنشوف تدمير خزات دوم او موريا، وغالبا ده هو هجوم من وحش البالروك اللي استيقظ في الموسم الاول، والاقزام كانوا وقتها بيحفروا للبحث عن المثريل، واللي هيكون سبب في تدمير مملكة الاقزام. الشوت ده مميز لاننا بنشوف تجمع لثلاث خواتم، نفس الخواتم اللي شفناها في الجزء الاول من افلام لورد اوف ذا رينجز لما كانوا بيحكوا قصة الخواتم. بنشوف هنا نفس المشهد تقريبا، واخيرا الملك دورين بيحصل على الخاتم الخاص بيه اللي من صنع سارون. الخطة في الموسم الثاني هي ان سارون هيحاول السيطرة على الاقزام عشان ينضموا للجيش اللي بيبنيه للسيطرة على الارض الوسطى. والاول مرة بنشوف النسر اللي كان دايما بيساعد جاندالف والهوبتس في اللحظات الاخيرة بيقف قدامه الفرزان، وهو راجل معروف بقدرته على التلاعب بالناس ولكنه سهل اغوائه، وده اللي هيكون اكيد من اوائل الناس المنضمين لسارون. بنشوف ظهور الالف اللي كان عامل مشاكل كتير بسبب لون بشرته اللي بعيد شوية عن الافلام وكتب تولكن، بس بصراحة انا ما كانش عندي مشاكل معاه، بالعكس حسيته هيضيف اختلاف في العالم وهيكون اضافة ايجابية عكس شخصيات تانية زي برونوين مثلا او تقريبا يعني لو انا فاكر اسمها صح. وكويس اننا شفنا ابنها فيه وهو بيعيط، فهي غالبا هتموت يعني. من الشخصيات الاساسيه اللي مكمله معانا من الموسم الاول بس هم غيروا الممثل، وهي شخصيه ادار، نص اورك ونص الف، من الشخصيات القليله الكويسه من الموسم الاول. جاندالف مكمل معانا في طريقه الغامض اللي مش مفهوم لحد دلوقتي وما ضافش اي حاجه للقصه. الموسم ده هيكون فيه معارك وحروب كتير، والانتاج بعد ما الميزانيه وصلت لمليار دولار اخيرا هنعرف الفلوس دي اتصرفت على ايه. حرفيا اخر حلقتين من الموسم الاول بمعركه واحده بس، اراء ناس كتير كانوا كارهين المسلسل غيروا رايهم، وده سلاح قوي للموسم الثاني، معارك اكتر، متعه بصريه افضل، وجرعه اثاره وتشويق كنا مفتقدينها في الموسم الاول. المشهد ده اتوقع انه هيكون واحد من افضل المشاهد اللي هنشوفها في كل اعمال سيد الخواتم لو انا مش ببالغ يعني. بس هنا هل الالفز كانوا بيحاربوا سارون ولا سارون نجح في خداع الاقزام وخلاهم يحاربوا الالفز؟ احتمال مثير للاهتمام بصراحه. انا متحمس من تاني للمسلسل بعد ما كان اقل من التوقعات في الموسم الاول بسبب حاجات كتير زي الشخصيات السطحية، الحوارات الغير واقعية اللي بينهم، الحبكة ما كانتش قوية او قريبة حتى من مستوى الافلام، لكن دي كانت البداية ومسلسلات كتير بدايتها ما كانتش الافضل. فقولوا لي انتوا رأيكم تحت في الكومنت، هل متحمسين تشوفوا عالم سيد الخواتم من تاني في مسلسل رينجز اوف باور، ولا هتستنوا الافلام الجديدة لبيتر جاكسون اللي هتنزل السنين الجاية؟ فلو حابين ممكن نعمل عنها فيديو فقولوا لي يعني. شكرا لانك اتفرجت على الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنساش ان انت تعمل لايك لان ده فعلا بيفرق جدا. لو دي اول مرة تشوف وحابب ان انت تشوفني تاني ممكن تشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه. انا علي اسماعيل موجود على الانستجرام، بنزل هناك ترشيحات افلام ومسلسلات وبتكلم في الكوره، فلو مهتم ممكن تعمل لي فولو. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.